درت لها لافته ديال ذهب وثقلب، امتى عرفت بان ما عنديش البلاصه ديالي في الكراج وهذه. منين خديت خرجت لي الشهاده ديال الملكيه وخرجت لي هذه، لقيت بان ما عنديش الكراج في تيتر. تعرضت للتحرش من طرف واحد المرافقه ديال واحد السمسار، تحرشت لي بنتي وهضرت معاهم، هضرت عيطت لهذاك السمسار، هضرت معاه قلت لها ديرها بنتي شنو قالت لي، شنو قالت لي راه شنو طرا ليها، الا كان ممكن الله يرحم الوالدين هاد السيده هادي. هضرت مع بنتي الحمد لله ما كانتش وصلت لشي حاجه اللي ما دارتش لها شي حاجه اللي خطيره. كان واحد مشيت عاوتاني عند وكيل العقاري، هضرت معاه قلت لي راه شنو طرا وشنو طرا، قال لي انا راه المهمه ديالي تسالات منين شريتي. قلت لي لا اسمح لي، انت راه وكاله عقاريه موثوقه، زعما راه عندك تعرف دير الفيديو، عندك الوكاله العقاريه ديالك، عندك المقر ديالك، عندك القوانين ديالك، دونك انا ثقت فيك. انا جيت عندك انت وعطيتك هذاك المبلغ ديال 5 درهم باش انت تضمن لي الحقوق ديالي. قال لي وتا انا راك شتي على عينيك، انا راه داكشي اللي قال لي وراه قدامك، حيت هو كان معنا في الوكيل العقاري في جميع الاجراءات. قال لي راه قدامك، قال لي انا راه ضحك عليا، وفي الاخر قال لي انا ما تسال لي غير وصلتي مع القضاء انا نشهد معك. قلت لي صافي ما قلت عيب. بقيت بعد كان هضر مره مع المقاول، تنقول له ودي شوف لي حل هذا المشكل هذا، الله يرحم لك الوالدين، ما بغيتش انا والو، ما تيستجبش النداء ديالي. دونك صيفط ليه واحد الاشعار عن طريق مفوض قضائي، كنطلب فيه تسويه الوضعيه في واحد الاجل ديال 15 اليوم، ما دوا الا غادي نلتجا القضاء وغادي نضطر اني نعلق لافته ديال زابون تقولك. داز 15 يوم ما كاينش حتى شي رد من طرف المقاول، فعلا تلجت القضاء، حتى شكاية عند السيد وكيل الملك اللي بدورو عطى تعليمات لرجال الشرطه باش يديروا البحث ديالهم. ومشيت عند الوكيل العقاري بحكم انه كان موعدني انه يشهد معايا، طلبت منه قلت لي راه فوالا راه حنا نوصلوا للقضاء، راه المحامي قال لي خاص واش عندك شهود، قلت لي راه عندي سي الوكيل العقاري دزت على الطريق ديالو راه غادي يشهد معايا. دونك حتى لهنا كان كلشي مزيان، تنصدم بان الوكيل العقاري تيقول لي من بعد بان بدل لا فيرسون، قال لي انا ما نقدرش نشهد معاك. قلت له كاين راك وعدتيني بانك تشهد معايا، ما زعما انا عولت عليك. قال لي لا انا ما نقدرش نشهد معاك، ماشي على شي حاجه، ولكن انا ما نقدرش لانني انا باقي كان خدام في واحد المؤسسه عسكريه. قال لي انا باقي جندي، باقي محسوب على المؤسسه العسكريه، هو خدام في هذيك سيغتينمون كو الوراق ماشي بسميتو لانه ما عندوش حق يدير داكشي، ولكن هو اللي خدام، هو اللي كيوبيري، هو اللي كيشوف معك شقق، هو اللي تيشد فلوس، هو اللي كيدير كلشي. مني عرفت هادشي هضرت معاه، قال لي هو كاع الوكيل العقاري قال لي انا ما نمشيش معاك، قال لي بغيتي نشوف لك شي جوج يشهدوا معاك، واحد جوج نسافر معاك، واحد جوج ناس. قلت له انا هذوك الناس ما كانوش معايا، انت اللي كنتي معايا، يمكنش انا نجيب شهود ديال الزور باش يتقلب عليا هادشي كامل. انا تنطلب حقي، نصدق انا الناس اخرين تيطلبوني بحق ديالهم. اضطريت انني ندير شكايه ضد الوكيل العقاري حتى هو بتهمه النصب والاحتيال، لان ما نصب عليا انا شري جيت عندك عطيتك فلوسي قلت لك ها شنو بغيت ها شنو بغيت، في الاخر تقول لي لا راه هادشي ما كاينش وانا ما نقدر ندير لك حتى شي حاجه، دونك هذا نصب واحتيال. انا درت بانه نصب عليا هذيك الساعه، هذاك شي جندي ولا ماشي جندي، هذاك تنظن ان كاينين جهات مسؤوله اللي غادي اللي يقدروا ينضروا في هذا الامر هذا. فصراحه انا ماشي شغلي، الله يسهل عليه، انا ما هذه انا كنهضر على راسي، انا تقلبت ما بغيتش نضيع في حقي، ودونك درت شكايه. دابا راه الشكايات بجوج راه في ايادي رجال الشرطه بامر من السيد وكيل الملك، وانا عندي ثقه في القضاء المغربي، عندي ثقه في رجال الشرطه برئاسه السيد الحموشي، ومن هذا المنبر هذا تنوجه تحيه لجلاله الملك محمد نصر الله، سيدنا محمد نصر الله، على هذا الالتفاتات اللي كيدير، اللي ديما انا ديما في الخطابات ديالو تينوه تيصر على ان الشعب خاصو، ان الشرطه ولا كاع الجهات المسؤوله راه في خدمه الشعب. وتنوجه رساله ايضا للسيد الحموشي
لان من بعد هذه الاجراءات اللي دارت ومن بعد هذه اللافته اللي علقت وليت تنتعرض للتهديدات لحد الان راهي غير مباشره، تجيب واحد الطريقه باش ما كتكونش لا اثبات لا والو، درت لها لافته ديال زبون تقلب. ومن هنا بدا التهديدات بحكم انا كان هما ربطوا، ما عرفتش انا وليت نشك بان حيت كان وقع لي واحد الحدث مباشره بعد ما حيت انا امتى عرفت بان ما عنديش البلاصه ديالي في الكراج، وهذه منين خدت لي الشهاده ديال الملكيه وخدت لي هذه لقيت بان ما عنديش الكراج في تيتر، عرفت انا شاري بالكراج. دونك من تما باش بديت تنهضر، وهذه هادشي في شهر تقريبا في شهر 10 انا شريت في شهر 7، دونك في شهر 10 باش خرجوا لي، عاد عيطنا للموثق باش عطانا لو كونترا فينال وعطانا شهاده الملكيه. من تما وليت تنهضر. طرا لي واحد المشكل من بعد جوست ابخي في شهر 11، طرا واحد المشكل لبنتي اللي اساسا على قبلها جيت لهذه المدينه هذه، تعرضت للتحرش من طرف واحد المرافقه ديال واحد السمسار، ماشي لهذاك اللي شريت على الطريق ديالو، سمسار اخر هو صديق ديال المقاول وعطيه المقر ديالو كان عاطيه المقر ديالو في البنايه اللي شرينا فيها، وكانت هي تتكون مرافقه قديمه، وكانت حرشت ليا بنتي وهضرت معاهم، هضرت عيطت لذاك السمسار، هضرت معاه قلت لها ودي راه بنتي شنو قالت لي، راه شنو طرى عليها، الا كان ممكن الله يرحم الوالدين هاد السيده هذه راه ما صالحاش لنا هنا. السمسار تحداني قال لي دير اللي في جهدك، انا راه كل شيء هنا تنعرفه، كل شيء عندي، بحال اللي تهددني سمعتي، ولا هو انا تنطالب بحق ديال بنتي ولا هو تهددني. المشكل في الكراج منين عرفت انا، ملي خديت في شهر 10 خديت الوريقات مع عند السي الموثق، لقيت بان ما عنديش، ومن تما في هذيك الوقيته باش تبداو التساؤلات ديال الناس. وهذه في شهر 11 كما قلت لك مباشرة بعد وقع المشكل ديال بنتي تلهيت انا، لان ما بغاوش يستجيبوا، انا كنت باغي حبيا نقول لهم، حيت هضرت مع بنتي الحمد لله ما كانش وصلت لشي حاجة اللي ما دارش لها شي حاجة اللي خطيرة، كان واحد كما دار صنفوه ضباط الشرطة القضائية مشكورين، قال في المحضر اللي درنا من بعد جلسة القضاء صنفوه على انه هاتك عرض قاصر بدون عنف. دونك كنت مشيت عند السيد وكيل الملك اللي بالدور ديالو عطى الامر للضباط الشرطه القضائيه اللي داروا تحقيق مع بنتي، داروا لها محضر ديالها، داروا لها مواجهه مع المدعي عليها، ومشات القضيه. دابا راه القضيه باقا تدور في المحكمه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.